36 على المجهود اللي كدير بالنسبه للمدرب بالنسبه للفريق العريق اللي ديما كتشوفو في 36 ما كتخلاش على الفريق هذا. والحمد لله تاع اخبار الفجر حتى هي الحمد لله راه كتحرك واحد المجهود كثير. وكنطلبوا من هاد الناس هادو يبقاو في الكلمه ديالهم، راهم وعدوا المدينه كامله ووعدوا الجماهير ديالها كامله بان هاد المداخيل ديال النادي القطري اليوم غتعطى السينور ديال العامري الا كانوا رجال بقوا في الكلمه ديالهم، يعطيو هاد المبلغ اللي غيدخل لليما ديال الملعب، يعطيو السينور ديال العامري اللي مسكين طايح طايح فراش الله يشافيه. وكنطلبوا له الشفاء العاجل من هاد المنبر ديالكم رجال الصحافه ولقوا في كلمتهم. راه السي مسكين راه في واحد الحاله مزريه وكنطلبوا له الشفاء وشكرا وشكرا الرجال.